بون مدام نجاة، حقيقة أنا فهمت المنظار نتاعك، النظرة نتاعك سياسية، فوتر فيزيون إلي بيرمون بوليتيك سور لو تيران، دونك فو كونسيديري كو، دونك نهضر الجالية تاعنا حنا، مدام نجاة فو كونسيديري بلي لو كورون إسلاميست دوا إكزيستي، أون دوا كومبوزي معاه. دوك نجاوبك، دوك نجاوبك بالعربية مدام نجاة، ما نتعاملش معاه. أنا التيار الإسلامي اللي جايني من الخليج، من دبي، من تركيا، من قطر، نحاربه، ما نتعاملش معاه. مثلا هل في البرنامج نتاعنا احنا الجزائري اللي ما عندوش معاملات خارج جزائريه عنده الحق انه يكون يعني اسلامي متطرف؟ نعم، بصح الاسلامي المتطرف اللي يستورد فكر، اللي يروح يدير عمره ويدير فيها ستاج، واللي يتعامل مع المخابرات السعوديه والاماراتيه والقرطازيه والتركيه، هذا يعتبر ملف تختص به المخابرات المختصة في أمن الدولة والبوليس السياسي وكذلك المضاد للجوساسة، ونحاربه لأنه فيروس. دونك ما نتعاملش معاه، أنا نتعامل مع ما كل ما هو جزائري. بصح حاليا كل التيارات السياسية الإسلامية إما وهابية داعشية دونك إماراتية سعودية، إما إخوانية إرهابية قطرية تركية. ماذا بينا نقضيو على المشروع هذا اللي هو في أصله مشروع صهيوني، لأنه كلتا الضفتين كل مقص هكذا، هذه تركيا وقطر وهذه الإمارات والسعودية، هادو حلفاء إسرائيل بتركيا وهادو حلفاء إسرائيل بالإمارات. دونك ما نتعاملش معاه التيار مدام، جو سوي ديزولي، أنا نحارب التيار هذا حربا داروس اون ليكستيرمين دو لالجيري. ليديولوجي إسلاميست بوليتيك دي بيي دو غولف دو قطر اي دو بوسفور اون اون فو با. اسلامنا تاعنا الاسلام هبطوا رب العالمين للعالمين، ما هبطوش للعرب، بلا كان هبطوا للعرب صافي، دير الدين نتاع العرب. ربي قال الرسول انك رحمه للعالمين، داير النبي عليه الصلاه والسلام ليس بعربي. دونك هنايا نو شو ديزولي مدام، بوليتيك ما عندك الحق استاذه، نقولها للشعب الجزائري، الاستاذه الدكتوره نجات عندها الحق من المنظار السياسي البحث، لكن من المنظار الاستراتيجي، من المنظار الأمني القومي، لا، التيارات السياسية الإسلامية أثبتت وأثبت إلا العمل اللي ما يشوفش باللي تيارات خاضعة لدول ماهيش الجزائر فقط، وهو إرهاب. أكان دون دي غوند فولور ولا دون دي غريف داقل فهو إرهاب، سي دو تيروريزم إيديولوجيك ميليتير اي باراميليتير. دونك إقصاء مانيش إقصائي، لا لا، بصح جزائري باتريوتيك برك. حتى من الأفارقة اللي تهضري عليهم عندنا برنامج دانتيغراسيون تاعهم، اي جوستومون دون لو كادر دو دي كيستيون، يعني في إطار مجال الأسئلة المطروحة في الاقتصاد اكسترا واستراتيجية اكسترا، لازمنا نلقاو حل بالنسبة لدول الساحل اللي هي تعتبر دول شقيقة ودول محادية لنا وتعتبر امتداد عمق الاستراتيجية الجزائرية، كيفاش ما تكونش هذه الهجرة اللي راح تفيد علينا ولا احنا راح نفيدوا عليها، ولا غدوة نكونوا مضطرين ان نغلقوا الحدود على الافارقة. لازم تطوير المنطقة تطوير عام وشامل جلوبال، باش هكذا نتفاداو كل المشاكل السوسيو اجتماعية، لانه حتى من الايكولوجي تدخل في الموضوع هذا، لو ريشوفمون كليماتيك فا كريي سكون ابل دي فاك ديميغراسيون كليماتيك، يعني ابري لو بوليتيك والاضطهادات جا ليكونوميك سكون ابل ليميغراسيون ايكونوميك، دوكا راح تجينا بيانتو ليميغراسيون ايكولوجيك. هذه لازم نحطوا لها حد، لان رانا في الصداره في المواجهه نتاعها اللي هي التصحر ومشاكل التصحر والفقر ونقص المياه وعدم الاستثمار في تو سكي انرجي رينوفلابل بور ديفلوبي لو سايل لافريك دو نور. تفضلي مدام سيليا اون اوت كيستيون. شكرا على الاجابه سيد رحماني. يعني حضرتك كجزائري من حقك تطرح اي رؤيه تراها مناسبه كشخص جزائري، من حقك.
انت من هذا الوطن، يعني حضرتك ربما كنا رفاق درب بالكفاح في فتره معينه، فبتعرف انه انا ضد الفكر الاسلامي في السياسه، ضد تسييس الاسلام، يعني ضد هذا قلبا وقالبا. ولكن انا اللي قصدته انه في جزائريين عندهم فكر، مش كل جزائريين علمانيين او منفتحين، او في جزائريين يعني لهم شويه تقوقع الديني، يعني لهم الكثير، ف يعني يجب ان يكونوا يعني عندهم كرسي على طاوله الحوار. لا طاولة الحوار ما عندهم، معنا ما عندهمش حوار وما عندهمش كرسي. أنا قلت لك اللي عنده كرسي في طاولة غدوة الحوار بعد بناء الدولة القانونية، لأنه لازم قوانين اللي تحكم الحوار. باسكو الحوار اللي ما يحكموهش قوانين إلى حق للتضارب، وماشي التضارب الجسدي، ربما الأزمات السياسية تروح حتى الأزمات المسلحة. دونك إقامة الدولة القانونية ومن بعد فتح المجال السياسي، لما تقام الدولة القانونية يفتح المجال السياسي على مصراعيه مع الحدود الأمنية الوقائية الحقيقية. هنا وي هنا نوافقك في الرأي مدام. غدوة لما الدولة القانونية والمؤسسات تكون في بلايصها ويفتح المجال السياسي، بالطبع غدوة لكن كاين جزائري واحد عنده فكر اسلامي جزائري، عنده الحق في الحوار والافكار نتاعو والتحدث والطرح والاطروحه، من حقه، وانا ندافع على حقه والله، وتعود اللحيه تاعو اكثر منه في الطول، انا ندافع عليه. بصح ماشي جايني من بلاد اخرى. لا، كشخص جزائري من حقه الجلوس بغض النظر عن الفكر الذي يحمله. اكزاكت، موافق. شوفي بصح هذه عندها شرط، الدولة القانونية. نعطيك مثال بسيط، في كل دول العالم لما حزب سياسي أكن على أساس ديني، أساس تطرفي، كون يكون عنده فينانسمون من الخارج يتبعوه قضائيا. طبعا دونك حنا ماشي لازم كيما راهم يقولوا هادو بعض الناس هادو اللي هما يعتبروا أدناب الخليج، نحي البوليس السياسي، نحي المخابرات، نحيو كدا، مين نتوما مراد؟ حلوها خير، قهوة خالي موح، كلو روح. نا أي عمل لازم تنظيم، لازم قوانين تنظيمية، لأن القوانين هي اللي تحكم شروط الحوار.